لا، اصل عندي واحد صاحبي متجوز من قريب وغرب يطلق مراته. هما الصحاب سعادتك جرالهم ايه يا سعاده البيه؟ دول لا مؤاخذه عر قوي. انت مالكهاش كده ليه؟ انا عارف بقى، انت مالك انت؟ مالك انت ولا اصحابك؟ ايوه سعاده البيه، بس يا ابني ده بقى. حاضر يا سعاده. قول لي يا ابراهيم. ابراهيم. ولسه ما جاش. توفيق يا هانم، انا مش مصدق عينيا. ما تتصوريش حضرتك وحشاني قد ايه. ميرسي يا استاذ عبد السلام. مالكم يا جماعه؟ في ايه؟ نوال يا سيدي زعلانه مع احمد. برضه قلت لمامي انا مش اترجيتك انك ما تجيبلهاش سيره وترحمي شبابها ورقتها وقلبها الحنين. اصل الحكايه اتنيلت خالص امبارح. ما انت اللي غلطانه يا نوال. يرضيك يا استاذ عبد السلام تقول لبوسها انها تشتغل رقاصه؟ ايه؟ رقاصه؟ رقاصه من الليل؟ ايوه تصور. انا كنت عايزه اساعده في مصروف البيت، ثم جارتنا دي ما هي رقاصه مالها؟ وكوثر جارتنا بتشتغل في كافيتيريا وعندها عربيه، وليه كل ما اكلمه كلمه والتانيه يزعق؟ اشمعنى يعني عنايات جارتنا هي صاحبه الراي والنهي في بيتها؟ انا دلوقتي فهمت بقى. فهمت ايه؟ يا نوال يا بنتي، انا اكبر منك سنا واعرف الدنيا اكتر منك، واللي يسمع كلام الناس ويصدقهم عمال على بطال لازم يضيع. اما الست عنايات اللي بتتكلمي عنها دي فانا بقول لك انها ما تقدرش تكح قدام جوزها، واذا ما كنتيش مصدقه انا مستعد اوريكي ده بنفسك. وشقه 8 ربنا يستر على عبيده وغيره وغيره وغيره. يا نوال يا بنتي، الناس ماشيه في الشوارع وعلى وجوههم اقنعه يداروا بيه حقيقتهم علشان يغشوا غيرهم. معقول الكلام ده كله؟ يعني الاستاذ عبد السلام هيكذب؟ وما تنسيش ان انا ساكن في البيت من سنين واعرف كل اللي فيه. ما كانش لازم تفتحي بيتك لكل من هب ودب. عشان كده ناس زمان قالوا اسال عن الجار قبل الدار. صحيح الواحد ما بيصدق انه يلاقي سكن يسكن فيه، انما ده ما يمنعش ان الواحد يعيش في حاله ويرسم حياته على حسب ظروفه من غير ما حد ياثر عليه. ياما في ناس غاوية تحط غيرها في مصايب وتقعد تتفرج عليهم. وانا كنت هعرف منين انهم بالشكل ده؟ عشان كده الواحد مش لازم يتصرف في علاقته مع الناس، خصوصا مع جيرانه. على العموم يا جماعه، الحمد لله ان الحاجات دي حصلت في الاول، علشان بعد كده تقدروا تكملوا المشوار في سعاده وهناء. ويا ريت حضرتك تروحي دلوقتي، علشان لما احمد يوصل ما يلاقيش حد في البيت غيرها، وكلمتين حلوين منك هيرجعوا كل شيء لاصله. عندك حق يا استاذ عبد السلام، احمد مش لازم يعرف ابدا ان انا عرفت. خليه يحس انك انت اللي مقتنع برايه. قلع لغايه الصبح، انا شارب ازازه بحالها. وحاسس ان انا مش قلع. الو؟ ايوه انا. مش معقول. طيب. ماما فين؟ الشغالة خبرتني وقالت لي إنها ما رجعتش البيت لغاية دلوقتي. ما تخافيش، ماما عندي. في شقتك؟ معناه إيه الكلام ده يا أستاذ عبد السلام؟ واحنا خارجين من باب البيت رجلها التانت تحتها ووقعت على الارض. طبعا ما قدرناش نطلع السلالم دي كلها تاني، وكمان ما قدرناش نطلع الشارع علشان ناخد تاكسي، فحوشتها عندي. وعامله ايه دلوقتي ماما؟ طمني. ماما بخير، بس انا حزين على نفسي.
حزين قوي. قصدك ايه؟ مش فاهم. لما هم وقعت حاولت اشيلها من ايدي، صوري ما قدرتش، خطوه والتانيه ولقيت نفسي راح. قص عليك يا زمن. طمنيني، مش كله تمام؟ ما جاش البيت لحد دلوقتي. غريبة. اجي معاك، عايز اشوف ماما. لا، خليك انت هنا، يمكن احمد يجي، وانا غرضي لما يرجع يلاقيكي موجودة، وانا هبقى اطمنك عليها. نفس
نفسي ومنى عيني كل يوم الصبح اقبل السلمه اللي شنكلتك وخلتني اقضي جنبك اجمل ايام عمري. استاذ عبد السلام ارجوك بلاش الكلام ده. مش بايدي يا هانم، خلاص ما بقتش قادر اكتم واخبي بعد عذاب الحب مفضي. وبعدين يا استاذ عبد السلام ضغط يولد الانفجار. نواف يا استاذ عبد القول من رب رحيم. نواف فوق يا اخي. نواف مش فوق، نواف بره. انتوا بتعملوا ايه؟ نوال نوال يا نوال. نوال مال؟ الله اعلم. احمد انتوا بتعملوا ايه؟ ما احمد فين؟ احمد خرج احمد استنى يا احمد هي مالها؟ الله اعلم. اهو من هنا يا استاذ، احنا وراه مسافر طويل. مالنا يا هو في العماره؟ مش معقول. غرب يا ابني، انتوا بتعملوا ايه؟ وانت مال اهلك؟ يا اخي ما زي بعضه بقى الناس دي كلها. عارف الباب السري بتاع القصر فين؟ انا مش مطمنه ابدا. وانا قلقان. يلا نشوف بيعملوا ايه. احمد محدش يقرب لي. احمد استنى يا احمد. محدش يقرب لي. احمد سيبوني، انتوا عايزين مني ايه؟ انا نوال يا احمد. لا انتوا جيران، نوال مش كده ابدا. ثم انا مش متجوز الجيران، انا متجوز نوال. انتوا عايزين مني ايه؟ خلاص يا حبيبي، ما بقاش في جيران، بقيت نوال وبس. هفكر واتكلم بعقل نوال وبقلب نوال وبلسان نوال. حياتنا هنبنيها زي ما احنا عايزين.